تمضي حياتنا في الغالب بشكل منتظم وسط روتين واضح تعيشنا معه منذ سنواتنا الأولى في الإدراك، وهو الدوران والتقلب بين الفرح والحزن والاستقرار والتشتت، بين الهدوء الذي أتمناه حقيقة لجميع من في العالم وبين الصخب والهياج. اعتدنا أن نرى الناس وتعاملاتهم والتصرفات التي تصدر منهم ونصنفها بمقياسين أساسيين، الإيجابية والسلبية، أو الخير والشر. تأقلمنا على ذلك وعلى أن نعثر على مضض مزاجاتهم المتقلبة والتي هي أيضا سمة فينا. اعتدنا على نغمة وتموجات معينة للأيام ولحن ثابت للبشر. هناك تشابه معين ومقبول ولا شيء غريب، لكن هناك بعض المشاهد نستغربها حتى من أنفسنا، ناشذة ومربكة ولا نستطيع تصنيفها، ناهيك عن تفسيرها بشكل دقيق. فكم من المرات رأيت انفعالات لا تناسب الأحداث؟ كم مرة استقبلت صياح أحدهم في خطأ صغير كانسكاب كوب الماء بالخطأ؟ كم مرة رأيت بكاء شديدا وقاسيا من ردة فعل طبيعية كارتفاع الأصوات قليلا أو رسالة قصيرة تدعو لبعض القلق؟ وحتى أنت نفسك، كم مرة انتبهت لتصرف طائش ظهرت فيه بعكس شخصيتك؟ كم مرة قضيت ليلة انهيارية كاملة الدسم من موقف لا يتعدى بضع ثواني أقل ما يعبر عنه أنه سخيف؟ كم مرة بكيت بشكل هستيري بعد ضحكة طويلة؟ كم مرة أخرجت فيها كلاما جارحا لإنسان عزيز كرد فعل لكلمة صغيرة واعتيادية كذلك؟ ما المشكلة؟ وما الذي يدفعنا إلى نقطة لا تشابهنا وإلى تصرف لا يليق بنا وإلى انفجار غير محسوب ولا يمكن التحكم فيه يحرق الجميع؟ أطمئنكم أنه ليس سوء التقدير، لكنها الأشياء الصغيرة تلك. مواقف صغيرة مررنا بها دون أن نكملها إلى النهاية، دون أن نتفاعل مع نتائجها، أهملنا إحساسها وتجاهلنا الغرق فيه. ذكريات قصيرة متراكمة في أذهاننا، قصص وجيزة لكنها سيئة. لم نبكي على ما أحزننا فيها، لم نواجه من صنعوها حتى لو كنا نحن. كانت حياتنا مليئة بالتفاصيل الصغيرة ذات الأثر البالغ الذي لقي تعبيرا صغيرا أو تجاهلا عظيما. خفنا من الخسارة إذا كانت ردات فعلنا مدوية أو عقابية تجاه من حولنا بالرغم من تسببهم بتلك الأحداث التي لم يكلفوا أنفسهم حتى بالاعتذار عنها، لأننا لم نشعرهم بخطورة الموقف وحسبوه بالفعل صغيرا لأننا صورناه بذلك الحجم. وأحيانا كان خوفنا من مظهر الهشاشة وأن نرى بوضعية الضعيف أو المتباكي أو كثير الشكوى أو دراما كوين وغيرها من الأوصاف. تمسكنا بذريعة القوة والتماسك والتصنيف كنضج جيني، وفي لحظات كثيرة أخرى أحببنا الفرار من السلبية حفاظا على وضع المرحلة الجيد، وهربنا بالفعل من أجواء الحزن والغضب والعتاب عبر الهمهمة بكلمات غير حقيقية: لا يهم، عادي، لا مشكلة. أقنعنا أنفسنا بأخذ هذه المسكنات النفسية التي تهدئنا بالفعل لبعض الوقت وتكسبنا المزيد من التحمل لمواقف جديدة، لكن مفعولها لا يدوم طويلا لأنه غير حقيقي ولا يوازي حجم ما نمر به.
وبنفس تأثير مسكنات الألم التي نأخذها من الطبيب، بمجرد أن نعتاد على استخدامها تتحول لشيء عديم الجدوى تقريبا، وقد تتحول لمشكلة إضافية. ومع فشل المسكنات نتدحرج مع التراكمات والتفاصيل إلى لحظة الانفجار في أقرب موقف وفي وجه أقرب الأشخاص دون فرز، أو في داخل أنفسنا لنحترق، حيث لا يمكن لشيء أن يتوقف بسهولة. حين تخور قوانا بشكل كامل ونعجز عن احتمال تفصيل أخرى، حين نتعب نصبح حساسين بشكل زائد ضد أقل المسببات لضيقة الصدر والخذلان والانكسار، لأنه هو كما قلنا سابقا أن قلوبنا ترتبط ارتباط وثيق بالأحداث اليومية والتجارب، حتى لو كانت صغيرة في مضمونها وقصيرة في مدتها. لا شيء كالريشة بلا قيمة أو وزن في قانون المواقف. التراكمات السلبية الحبيسة بداخلنا والضغوط المستمرة على أرواحنا تجعلنا أعنف في كل مرة في تعاطينا مع تصرفات الآخرين التي تعيد لنا ملامح تلك الصغائر، ونعيش بشكل لاواعي في تأثيرها وحزنها بشكل مضاعف ومبالغ وعشوائي هذه المرة. نصبح بطاقة محدودة لا تكفينا لتحليل الأمور أو قياسها بشكل صحيح، لا تمكننا كذلك من تقبل ما كنا نتقبله سابقا بصدر رحب. تحيطنا بأجواء من عدم الرغبة في البدء من جديد أو التفاعل مع أحبائنا، ونبدع في رسم توقعات سيئة لكل خطواتنا. في الحلقة الماضية روينا قصة صديقتنا سمر التي ظلت لسنوات طويلة تقدم وتمنح صديقاتها أجمل الهدايا وتعبر عن مشاعرها بأروع الطرق، وتحتفي بكل ذكرياتهم الشخصية وتلبي كل مناسباتهم الخاصة، لكنها ومع أول اعتذار بدر منها على تنظيم عيد ميلاد إحدى الصديقات، عانت من انفعال صديقتها عليها في الهاتف بشكل جنوني وغريب لا يتناسب مع تاريخهم المميز ومشاعركم المتبادلة وسبع سنوات من العطاء. لكننا روينا القصة من منظور سمر فقط. ربما كانت صديقتها في لحظة الانفجار التي نحكي عنها اليوم، ربما تحملت الكثير من الأحداث الصغيرة مع نفس المجموعة، ربما مع سمر نفسها، وجاء تأثير عيد الميلاد ليقضي على قواها واجعلها تثور وتنهي علاقتها مع مجموعة الرفيقات، وتثبت مقولة أن التراكمات لا تعرف عزيزا وقد تهدم المعزة. أطمئنكم مرة أخرى أن عذابنا الأكبر ليس نابعا من خسارات عظيمة تلقيناها أو سلسلة من الخذلان والفقدان يصعب علينا تعويضها. ما يؤلمنا ليس فقط سوء التصرفات التي نستقبلها وتعلق في ذاكرتنا، لكن عذابنا الأكبر وموضع الألم في تعاملنا معها بالكتمان، منع أنفسنا من التفكير مشكلة ومحاولة إلهائها أزمة، وملء وقتنا محاولة فاشلة لإسكات البركان. سينفجر لا محالة، وكلما زادت المواقف وزادت المسكنات ومحاولات الإلهاء سيكون الانفجار أقوى وأعنف، ويصعب ترميم منطقة حدوث قلوبنا. اقتصد في كل شيء في الحياة ووفره بقدر المستطاع، لكن لا تجرب الاقتصاد في التعبير عن انفعالاتك وحزنك وقلقك، ولا تؤجلها لأوقات أخرى. جرب أن تغرق في الشعور في وقته لعلك تصل لنهايته وتستفيد منه، فالشعور أيضا يتعلم وينضج. جرب الغرق في التفكير لعلك تصل للنتيجة أو إغلاق تام للمسألة. جرب مواجهة من تسبب في ضيقك أو لومه بشكل صريح لعلك تصل إلى عذر مقبول أو اعتذار مقبول أو وداع مقبول. المهم ألا تبقى الأشياء حبيسة الداخل وما سببها خارجي. اجعل الخارج يأخذ حيزة من التفريغ عنك،
واجه نفسك كذلك وراقبها في كل الأحداث والمواقف الصغيرة، واسألها بشكل عاطفي تماما وأيضا صادق، هل الأمر محزن؟ فإذا كانت الإجابة نعم، لا تتردد في الحزن لحظة، ولا تحاول الهرب من السؤال بعبارات عادي ولا يهم التي تقودك للاحتراق. ودعني أخبرك بمفتاح سحري وفعال، اصرخ إذا استدعى الأمر، فللصراخ جدوى أبدية ابتكرته البشرية للتعبير عما لا تستطيع الكلمات أن تحمله أو تصفه أو تفرغه وتخلصنا منه للأبد. قد يكون الحائل بيننا وبين مواصلة الحياة بسعادة واستجمع طاقتنا هو الصراخ بشكل جاد، لكن دعنا نقطع وعدا مشتركا قبل ذلك، أن نبدأ من جديد. عمار كمال.